شوفوا الطراوة، شوفوا الحلاوة بجد. كيكة خطيرة خطيرة. يلا بينا نحضرها مع بعض ونشوف عملنا الجمال دي ازاي. لايك 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 ويلا بينا. يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة اللي تبقى دارسة بيتكم وحياتكم يا رب، إحنا وإنتم وكل من قال أمين يا رب. هعمل معاكم كيكة روعة خطيرة 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 وسهلة وبسيطة، وإحنا بنحب الكيك جدا وأنا بعشقه وما أعتقدش حد ما بيحبش الكيك. فبستغرب قوي من ما بيعرفش يعمل كيك دي أصلا. عندي هنا كوبايتين وربع طحين وكاكاو بودرة، نص كوباية من الزبدة، ثلاث بيضات وعليهم بشرة ليمونة ومعلقة خل وكمان كوباية من الحليب الدافي ونص كوباية سكر، أو لو عايزاها حالية قوي حطي كوباية. طيب هجيب كده الخلاط بتاعي وهحط فيه البيض وهضيف عليها كمان نص كوباية سكر وهتضربيه، وبشرة طبعا بشرة ليمون ومعلقة الخل. دي بتفرق جدا في الخليط، على فكرة في خليط الكيك بتفرق قوي قوي قوي. ضربتهم بقى لونهم فاتح قوي كده وكريمي. هنزل كوباية الزبدة، تقدري تحطي زيت على زبدة او تحطيها زيت براحتك، ولكن بالزبدة بتبقى طعمها خطير الكيكة دي بالزيت. وكوباية الحليب بتاعتي ضربتهم قوي بقى منظرها زي ما انتم شايفينها كده فاتحة قوي وكريمي وخطيرة. عندي كوبايتين وربع الطحين، حط عليهم ذرة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنزل خليط حبة حبة كده واضرب تمام لغاية ما يضرب كله كويس قوي معايا، وبقى خليط كيك جاهز كحليبية تمام. بس هتبدأ ان احنا بقى نقسم الخليط ده، هنقسمه على اتنين، المفروض تقسميه بالنص، نص ابيض والنص بالكاكاو. هضيفي عليه معلقتين زبدة ومعلقتين حليب، او معلقة زبدة ومعلقة حليب، وهزودي الكاكاو تمام. دلوقتي انا حطيت الفانيليا، كنت ناسي احط الفانيليا، رغم ان الكيك بالشوكولاتة ما يتحطش فيه فانيليا، ولكن عشان انا عاملة جزء ابيض زي ما انتم شايفين كده، انا مش حاطه الابيض نص بنص، لا انا بحب الكيكه دي يكون الشوكولاته كتير قوي، بالذات الكيكه دي انا اللي عايزه اكلها واستمتع بيها. لكن لما بكون عاملاها في ضيافه او حاجه عشان يطلع شكلها بيرفكت، يبقى لازم تكوني قاسمه الابيض نفس مقدار الشوكليت عشان يطلع شكل الزبره حلو. فاهمين قصدي؟ اكيد وصلت المعلومه اللي عايزه اقولها. طبعا حطيت الكاكاو البودرة على الجزء المتبقي وعليها شويه من القهوه سريعه الذوبان وكمان معلقه زبده كده ومعلقه حليب، خلطتهم. هتنزلي بقى تحطي صينيه كده تكون مدهونه بزبده كويس، وتحطي بقى شويه شويه زي ما انتم شايفين بعيونكم، اعتقد باين اكتر من انا هشرح بوقي. طبعا لو انت خليطي البيضه اكتر هتبقى معاكي في الاخر تساوي في العدد، تساوي في الشكل. هتجيبي بتاعه الاسنان او شوب ستيكس عندك، هتبداي ان انت تروحي جاي رايحه جايه، شكل ورده سهله مش محتاجه، على الفرن بتاخد حوالي 30 ل 35 دقيقه او اقل على حسب حراره فرنك ايه. شايفين الطراوه اصلا خطيره، الطراوه دي من قطرات الخل اللي حاطينها، بيخلي الكيكه فعلا رهيبه. بصوا بقى سمكها وشكلها وطراوتها وجمالها. لو عايزينها اعرض من كده هتعمليها في صينيه اصغر، حوالي مثلا يعني اصغر دي تقريبا كبيره، دي مش عارفه تقريبا 26 او حاجه، فاعملها في صينيه الاصغر منها. هجيب بار شوكليت دارك وهحط عليه شويه حليب او شويه كريمه او معلقه قشطه اللي عندك حطيه، انا حطيت شويه حليب، وسيحتهم في المايكرويف وتعالي بقى استمتعي. بصوا الكيكه يا جماعه خطيره، رخاميه كده معرقه بجد طعمها تحفه تحفه تحفه، حتى لو كلتيها كده من غير ما تحطي عليها صوص شوكليت او اي حاجه. الكيكه بجد من احلى واجمل الكيكات واروع الكيكات. الزبده بتدي للكيكه طعم وريحه وقوام مختلف تماما عن الزيت. على فكره انا بعشق الكيك اللي بالزبده اكتر، يعني بحبه 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 بحبه، بيبقى طعمه خطير. هقلب اقلب وانزل الصوص. تقدري بقى تحطي قطع شرايح فراوله لو عندك او شرايح موز على حسب ما انت بتحبي الكيكه ازاي. انا الكيكه دي استمتع بيها جدا مع فنجان القهوه بتاعتي العصاري، خطيره. سهل قوي انك تعملي كيكه، وبستغرب حقيقي من اللي بيقول ما بعرفش اعمل كيك. الكيك ما فيش اسهل منه، بس التكنيك زي ما قلت لكم، تضربي الاول البيض مع السكر، بعد كده تنزلي الزبده، وبعد كده تنزلي الحليب، هو ده اللي هينجحها. يا رب ارحم امي وابويا يا رب، ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه اللهم امين. ما تنسوش تيجوا معايا اليوتيوب والفيسبوك باسم رنا العبودي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. باي باي.